اكثر اللاعبين تسجيلا للاهداف بجميع مراكز الملعب بتاريخ دوري ابطال اوروبا. بحراسه المرمى عندنا الالماني هانس يورغ بوت مع 3 اهداف. بخط الدفاع رح نبدا مع الظهير الايمن عندنا البرازيلي داني الفيش مع 12 هدف. قلوب الدفاع من اسبانيا سيرجيو راموس مع 15 هدف وجيرار بيكي مع 16 هدف، وظهير ايسر البرازيلي روبرتو كارلوس مع 16 هدف. ننتقل لخط الوسط، بالارتكاز عنا الانجليزي بول سكولز مع 24 هدف، قدامه عنا الالماني توماس مولر مع 50 هدف، الى جانبه البرازيلي كاكا مع 30 هدف. ومنختم مع خط الهجوم، ورح نبدأ مع الجناح الايمن الاسطورة الارجنتينية ليونيل ميسي مع 125 هدف. من تاني ميلي كجناح ايسر عنا اكتر لاعب تجينا للاهداف بتاريخ دوري ابطال اوروبا لحد هلا البرتغالي كريستيانو رونالدو مع 140 هدف، وكرأس حربة عنا المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع 82 هدف. شو رأيكم بهالتشكيلة؟ جاوبوني على السؤال وما تنسوا المتابعة.